يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن معنى قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد أي ليس له شبيه ولا مثيل، كيف يجمع بين هذا وبين القول بأن معناها أي ليس له صاحبة؟ لا، ليس له صاحبة هذا شيء آخر، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة يعني زوجة، الصاحبة معناها الزوجة، أما الشبيه والمثيل هذا ما هو بالزوجة. نعم.